السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم جينا باش نوجدوا واحد التحليه للسهره نتاع رمضان، واللي هي العوامه. العوامه التركيه اللي راها معروفه، كاع الناس تعرفها. دونك للمقادير نتاع العوامه تاعنا نحتاجوا 3 كيسان نتاع الفرينه. الوغ الكاس اللي عبرت به انا هذا الكيسان اللي ندوا بهم المقادير نتاع اللي يتباعوا من الكبير حتى للصغير. دونك ديت الكاس تاعهم الكبير، عبرت به 3 تاع الفارينه، دونك 3 فير دو فارين. دونك انا جوني مي 3. باش غادي نبداو نخلطو لي زانغريديون ساك، عاده باش نبداو ندخلو عليهم الماء. دونك انا بيزوان دو 3 فير دو فارين. نحتاجو هنايا مغرف ونص صغيره نتاع الخميره نتاع الخبز اللي غادي نزيدها مع لا فارين. نحتاج هنايا زوج مغارف صغار نتاع السكر، زوج مغارف صغار تاع قهوة تاع السكر، وهنايا 3 مغارف نتاع المايزينا معمرين، 3 مغارف صغار تاع مايزينا معمرين. دونك نعاودو المقادير. دونك للعوامة تاعنا اون فافوار بوزوان دو 3 فير دو فارين و 3 ميزور دو فارين، اون كويير une cuillère à café et demi de levure, 2 cuillères à café de sucre et 3 cuillères bien remplies à café de maïzena. Donc on va mélanger tous les ingrédients et on va rajouter aussi une petite pincée de sel. واحد القرصه تاع الملح ماشي حاجه. نخلطوا كاع هاد المكونات مع بعض. دونك هنا نجو نزيدو على العوامة تاعنا زوج مغارف نتاع الشربات اللي غادي اللي تتعسل فيها، من غير من الشربات اللي غادي نعسلوها فيها ندو منها زوج مغارف كبار نتاع ماكلة. هاي الوحدة وهادي الزوجة. دونك هنا كملنا مع هادو، نبداو ندخلو الماء غير بشويه. دونك الماء تاعنا ما يخصهاش يكون حامي وما يخصهاش يكون بارد، صادق يكون على تمبيراتور امبيونت. نبداو بسم الله نخلطو العوامه تاعنا باليد. غادي نخدموها باليد باسكو العوامه تبغي تنخدم كيما السفنج، غادي تنضرب كيما السفنج. دونك نبداو الاولى نخلطوها. شوف فيها دروك كملت، وانا دروك غادي نبقى نزيد لها في الماء غير بشويه بتيت كونتيتي، ونبدا نعجنها. خاص يكون القوام نتاع العجينه تاعها مطلوق شويه كيما تاع السفنج، ونبداو نخدمو ونخطو فيها. جو نبداو نديرو لها هكا كيما نديرو مع السفنج نفس الشيء. دونك هاد هاد العمليه هادي راه تنجم تدي لنا قريب واحد 10 دقائق نخدمو تطلق الحلقات. كل وحده تعرف روحها بلي هنا سي لو مومون اللي نديرو فيه السبور تاع لا جورني. انا عندي هنايا هاد العجين تاعي نخليه يخمر، نغطيه بحاجه سيرفييت نخليه يخمر، ومن بعد نعاودو نشوفوه مور ما يخمر باش نبداو نقليه. فوالا البنات عاودنا ولينا نوريكم العوامه تاعنا كيفاش خمرت بيان. شوفوا الفقاعات هذوك نتاع الهواء اللي راهم طالعين فيها. انا باش نبدا نقليها وجدت هنايا ديجا عندي مقله عمرتها بالزيت. نحتاج تاني واحد الكاس يكون معمر بالماء، ونحتاج مغرف صغيره تاع قهوه. هنا اكوتي راني موجده ديجا ان سيرو اللي وجدته
بزوج كيسان سكر كاس تاع ماء، درت فيه لو سيترون ودرت فيه حبات الهيل اللي هما الكاردامون، دونك لا موتي دان سيترون اي 3 بياس دو كاردامون. دونك باش نبداو بسم الله، لازم يدينا يكونوا نقيين بيان سور. هاد العوامه اوني اوبليجي دو ميتر لا مان في الوسط، دونك غادي جو ترومب ما كويير على الانتيريور اي جو في فينير. Alors, je vais baisser juste un petit peu pour que vous voyez ce que je fais, le geste que je fais. Donc, je vais venir prendre... Alors, j'enlève mes bagues. Je vais venir prendre, en fait, vous voyez comment... Attends, là, bien. Alors, je prends... Vous voyez, je pince entre mes doigts. Je trempe ma cuillère dans l'eau. Je vais venir prendre ce qui sort de mes doigts et je mets directement dans l'huile. Alors on va frire la ouais materna en deux fois, c'est-à-dire on va frire la première partie. Manchalouhash tahmar, nigelouham zit. حتى نكملو نقلو كاع العوامة تاعنا ونعاودو نقلوها اون دوزيام فوا. دونك اون فا لا باسي دو فوا دون لوي. اون اوبلي جامي دو ترومبي لا كويير دون لو، سا ايفيت كو لا بات ال كوانس و ال كول ا نوتر كويير. الوغ جو سي با سي فوز اريفي انفان افوار العوامة دون لويل. Donc la taille de l'awama, c'est ce qu'on peut sortir entre nos doigts. Bretou akbira, bretou hasreira, tout le monde vous contrôlez la taille de votre awama. Les khaf me brichi dir ki ma haka, il ne jamais dir fi kacha. Kacha afsat kon tawoud haka le liquide. Et à chaque fois, il coupe avec le ciseau. Donc, on a une aile. On a une mouche d'aile déjà. Et une passoire. Donc, on a une cachouille. Je vais les faire en deux fois. On a une cachouille. On a une cachouille la première fois. On a une cachouille une deuxième fois. Mais la première, on a une cachouille. باش في لا دوزيام يجونا محمرين بيان. دونك كيما هادو نبدا نقلعهم. فوالا العوامة تاعنا كيفاش نقلعهم. جو لي بوز ديريكتومون دون لا باسوار. هادو الوالا اللي درتهم. هذيك لا مايزينا والشربات اللي درناها في لا بريباراسيون تاعنا هي اللي غادي تعطي لها هذاك لو كروستيون. دونك فوالا جو روتير، نخليهم عادة بويضين نوريكم كيفاش. مازال ما راهمش محمرين مليح، راهم عادة بويضين تما راهم مواتي. دونك من بعد في لا دوزيام فوا نزيدو نحمروهم مليح. دونك لا نعاودو نكملو لا ميم اوبيراسيون. دونك جو برون لا بات اونتر مي مان et je pince et je pose directement dans l'huile. مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال. يا بنات فوالا كملت انا قليت العوامه تاعي كاع ها هي لا. دوك العوامه تاعنا راك تشوف فيها الاولى غادي تكون غير طريه، في القليه الزوجه غادي تقسح راك تشوفوا.
وراها بيضه دونك تشوفوا لا كولور تاعها كيفاش. دروك غادي كي نقلوها نخرجوها من الزيت نديروها ديريكتومون في الشربات تاعنا. دونك الشربات تاعنا غادي نقلع منها لو سيترون نوجدو. دونك نبداو نحطو بالحبه ونعاودو نقلوهم اون دوزيام فوا. نبداو تحركو فيهم باش يدو اون كولور دوغي في كاع لي كوتي. دونك لي تشوفوها بيضه من جهه ولا قلبوها من جهه اخرى باش تحمر. فوالا نبداو نقلبو فيهم هكذا. العوامه تاعنا دوك تبدا تدي اون بيل كولور وتقساح. هي غادي كي تقساح ومن بعد كي نحطوها في الشربات تشرب وتجي القلب تاعها بيان معسل. دونك لو كار تاعها يبات بيان طوند بهذاك الشربات. الشربات نجمو نكهوها تاني بواحد المغرف ولا زوج تاع عسل الا بغينا. نسيو هكذا نغطسوهم باش يدوا هذيك لا كولور بيان دوري ومن بعد نصفوهم. صفوهم مليح من الزيت. شوفوا شوفوا دروك الحبه تاعها كي قساحت اللي بيان دور اون بو ميم با لا بلاتير. غادي كي تشرب الشربات دوك القلب تاعها يجي طري وتقعد كوستيون في المبر. ندو مغرف واحد اخرى ندي هاد لا بتيت لوش نخلوهم هاد الشربات يشربو مليح. نعاودو نكملو نقلو الشربات تاعنا العوامة تاعنا لي البنات. فوالا العوامه تاعنا ها هي وجدت. قليتها وعاودت قليناها القليه الاولى عاودنا لها لا دوزيام فوا ودرنا لها شربات. انا هنايا عندي هنايا الشربات اللي بقات لي منها نزيدها شويه من الفوق. فوالا هذه هي العوامه تاعنا. ان شاء الله تعجبكم وديروها في سهره رمضان. خلوا لي لي كومونتير ان شاء الله الا عجبتكم ولا سيتوها. نخليكم في امان الله ونقولكم صحه فطوركم صحه سحوركم في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.